مش هيقدر يعمل. حاطط ايمن اشرف في نص الملعب امبارح كابتن. لا ده لظروف ما، انما وده لازم طارق حامد يكون موجود صراحه يعني. طب ما في مهند لاشين كابتن كان موجود يعني برضه يعني الظروف يعني، ما مهند لاشين موجود. انت بتتكلم برضه مهند اوكي، انا بتكلم على مستقبليا طارق حامد عنده ارتكاز يعني. انا عايز واحد ارتكاز لان ده انت هتستخدمه لما نتكلم فنيا. ليه طارق حامد؟ ليه طارق حامد؟ طارق حامد او حمدي فتحي او المجموعه دي، طارق حامد بالتحديد انت بتتكلم دلوقتي العالم كله، العالم بيلعب على حاجه اسمها المساحه النصفيه. المساحه النصفيه دي اللي هي من عند خط المرمى لحد خط المرمى، تمام، من 18 كده. لازم اغلق العمق ده كويس جدا، كل العالم بيعملوا كده. فانا لو ما عنديش ارتكاز لان في، عشان نتكلم يعني ارتكاز عصري وارتكاز كلاسيكي. لا ده هنقعد بقى. طب طارق حامد عصري ولا كلاسيكي؟ هو بيجمع بين الاثنين بصراحه، لان طارق حامد ممتاز. تحس ان هو عصري. الشورت باص بقى عنده يعني كويس. يعني مفيش زيه في مصر كابتن؟ لا كخبره كثقه كلاعب. انا كلاعب يقدر يقوم بالمهام. لا اللي يقوم بالمهام طارق حامد فقط. يعني حمدي فتحي؟ لا حمدي يأدي، انما طارق حامد يأدي الدور. عنده مشكلة بقى ان هو مش عايز يقعد زي ما يقال في الاعلام، ان هو ما يقعدش احتياطي او بيبقى في عصبية او اخره. لا معرفش. لا انما هو ليه دور. طارق حامد ليه دور. طب احنا منتخبنا بيشتغل بالنني وعمرو السولية يا كابتن. لا محتاجين طارق حامد. هي على حساب مين بقى فيهم؟ مش على حساب يعني. ما هو لا ما هو كابتن، ما هو اكيد هي على حساب حد. ما هو انت بتلعب بارتكاز، انا عايز جنب الارتكاز ده لعمرو السولية لنني. يعني طارق حامد هو الاساسي. طبعا. طبعا. يعني النني وعمرو السولية شبه بعض يا كابتن؟ طبعا. طبعا. انما انا عايز حد يلعب الدايره ورا الدايره بخمسه سته سبعه متر، وقدام الدايره بسته سبعه متر، ويقدر يغطي يمين وشمال ويقطع للكوره، ويقدر يعمل الشورت باص، ويقدر يعمل اللونج باص بتاع الكوره، ويقدر يعمل فاول تكتيكي. يقدر. مين يقدر دي؟ مين اللي يملى المكان ده عشان املى المساحه النصفيه دي؟ املاها كويس، لان المكان ده العالم كله بيقفل بيه. كله لازم تلاقي فيه ارتكازين، ارتكاز ومحور. محور جنبه بيقفل المكان ده كويس جدا، وعشرة كمان بيرجع، والاطراف بترجع، فبيعمل بتقفل في الجزئيه، بيقفل في العمق ده عشان ما يوصلش الحجازي ولا يوصل للونش في منتهى الخطوره. ومطلوب مني انا بقى ككوتش كمان ان المساحه النصفيه بتاع المنتخب المنافس ليا، ان انا افتح المساحه دي، افتحها باطراف معينه بشكل معين في ناس بيعمل اختراق معين في نص الملعب بتحركات مفاجاه. وانت عندك صحيح عندنا. طيب هرجع لسؤالي مره ثانيه كابتن كروش. نعم. هل في بعض الامور اللي هو الرجل المناسب في المكان المناسب عاملها لغايه دلوقتي مش موجوده؟ يعني ما مش حاطط اللاعبين المناسبين في اماكنهم الطبيعيه؟ هل ده هو عامله دلوقتي؟ هل في لخبطه؟ جاوبني فيها دي يا كابتن بقى، بالغير ان احنا نروح ايه لحته ثانيه. لا يعني انا يعني حته حراسه المرمى المدافعين اوكي تمام، اوكي تمشي كويس كويس جدا يعني، لكن مبارك نص ملعب محتاج ان هو، احنا بنتكلم في ماتش لبنان او ماتش السودان. لا احنا الاختبار الحقيقي بقى هيبان امتى؟ في الجزائر. لان انت بتتكلم مثلا في ياسين ولا يوسف ولا عربي ولا بغداد بنجاح، كان لازم المكان ده املاه. يبقى هيبقى في شق دفاعي في وسط الملعب، وهيبقى في عبء على حجازي وعلى وعلى الونش. اوكي، فالمكان ده عايز يتظبط كويس. تمام. توظيف اللاعبين في التلت الهجومي لازم يتوظف اكتر. طبعا انت عندك مثلا محمد صلاح مش موجود يعني. تمام. ده قوه كبيره جدا. البديل بتاعه. نعم. البديل مثلا. لا بص، البديل لمحمد صلاح. من الاخر كده، ان في حد يعوض محمد صلاح او يبقى بديل او بديل كفء او كده، ما لا فنيا ولا بدنيا ولا نفسيا كمان، ان هو بيدي طاقه ايجابيه للاعبين زمايله، وبيدي ضغط نفسي على الفرق الاخرى ان يلاقي محمد صلاح داخل الملعب. تمام. فانا كل ده احنا بنتكلم في ايه؟ انك توصل لانسب تشكيل
انك تلعب بيه كاس عالم، توصل لكاس العالم. صحيح. ولو قدر الله محمد صلاح حصل له حاجه كمان ممكن وارد، بس انت لازم تكون برضو شايف وارد. هنا في مباراه زي كده ومباراه